أخبار اليوم. أول هيئة أنشأت على مساحة 20 كيلو متر لهذه الأجواء كان في 2003. أعتقد أن مصر أعلنت منها الكثير، تم تعديل القانون في 2015 ونشأت الآن تجربة ثانية على مساحة 461 كيلو متر بدل 20 كيلو. نشأت تجربة أضخم بكثير، نشأت تجربة مكتملة لأن فيها 6 نوعين مختلفين من الأشجار. إيه اللي إحنا مستهدفينه الحقيقة؟ مستهدفين الحقيقة بيئة جاذبة مختلفة عما لو في مصر. يعني نحن وإن كنا نعمل بذات القوانين المصرية إلا أننا القرار الخاص بالهيئة قرار داخل الهيئة. الهيئة لا تعود في قراراتها هي الحكومة المصرية أو مجلس الوزراء، الهيئة لها استقلالية تامة. القانون الذي أنشأ به الهيئة ينص صراحة على أن مجلس إدارة الهيئة له كافة الاختصاصات المقولة في القوانين للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات وغير المسؤولين. اذا مجلس الاداره حينما ياخذ قرار يحتاج الهيئه انه يراسل اي وزاره من وزارات مجلس الوزراء في عمل كافه بقى اجراءات المفروض، سواء بنتحدث عن دراسه بيئيه، بنتحدث عن تسجيل شركات، لدينا تسجيل الشركات الخاص بينا، لدينا ما نقوله لدينا مخطط عام للمنطقه، لدينا مجلس الاداره هو السلطه الحاكمه، وده الحقيقه اللي بيدينا القدره على التحرك السريع، ده الحقيقه اللي بيخلي الناس تسال هو ازاي انتم بتسجلوا وتاسسوا شركات وتسجلوا تراخيص في يوم الى ثلاث ايام الدنيا كلها بتمشي بسرعه جدا، لانه مجرد ما مجلس الاداره وافق على المشروع اصبح هذا المشروع خلاص. لسنا نحتاج ان نتحدث عن الشباك الواحد، لانه في الحديث عن الشباك الواحد هناك جهات متعدده في بعض الاحيان بيبقى لاعب الشباك مش مخول وياخذ هذا القرار ويضطر يعود الى جهه مصريه ياخذ القرار بتاعه. احنا ما نتحدث عن شباك واحد لان احنا في مكان واحد ياخذ القرار في ذات المكان، القرار ينتهي في ذات اليوم في حدود ساعات معروفه.